بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية ومع هاد الأقوال أو المقتطفات سيتاسون سلابة. إذن أول مقتطف كما نرى: Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Dans la vie, في الحياة, on ne fait pas. هذا الفعل faire يعني في الفعل يعني أننا لا نفعل. On ne fait pas يعني أننا لا نفعل. Ce que l'on veut, ما نريده. طبعا عندنا لو فيرب فولوار. إذن on veut يعني أننا نريد. Ce que l'on veut, الذي نريده. مي ولكن on est responsable ولكننا مسؤولين. On est responsable. إذن نتكلم عن responsable يعني مسؤول. On est responsable يعني أننا مسؤولين. De ce que l'on est, ما نحن إياه. De ce que l'on est يعني نحن مسؤولين عن الذي نحن إياه. كما نقول المقصود نحن مسؤولون عن الذي بيدنا. هذا هو المقصود. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut. في الحياة لا نفعل ما نريد يعني لا يمكن أننا نتمكن من فعل كل ما نحب. مي ولكن on est responsable de ce que l'on est ولكننا مسؤولون عن الذي بيدنا. إذن هذا مقتطف للكاتب والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. ثم يقول غاندي: La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. إذن la vie est un mystère. إذن الحياة هي mystère. نتكلم عن شيء غامض. إذن نتكلم عن mystère. كمان نتكلم عن سر غامض غير مفهوم. إذن نقول عنه ميستير لو ميستير. طبعا غاندي يقول لا في إتا ميستير الحياة هي سر كيل فو فيفر التي يجب عيشها التي يجب عيشها. المقصود بأنه يجب عليك أن تعيش هذه الأسرار. أنو أن بروبليم ريزودر وليست الحياة مشكلة للحل يطلب حلها. في الحياة ليست هناك مشاكل كما يقول بل فيها أسرار يجب عيشها يجب أن تعيشها. ثم يقول الكاتب الفرنسي فيكتور هيغو: On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. إذن on passe يعني أننا نمضي. طبعا لو غير passé يعني أنك تمضي أو تمرر. هنا عد المعنى ديال أمضى. On passe une moitié de sa vie يعني أننا نمضي كما نقول هنا نصف حياته. المقصود نصف حياتنا. طبعا هادسة التي تعود على ملكية شيء لشخص في الغائب أحيانا تستعمل للدلالة على ملكية شيء للعامة. نقول هنا مثلا إن مواتي دو سافي يعني نصف حياته. طبعا في العادة في المعتاد هذا هو المعنى يعني هاد العبارة تعني هاد الأمر يعني العبارة تعني نصف حياته. إن مواتي دو سافي يعني نصف حياته. لكن كما عندنا هنا المعنى العام ديال العبارة أن هاد الجزء من العبارة يعني نصف حياة الإنسان. ربما نصف حياتي أنا نصف حياتك أنت نصف حياتي هو أو نصف حياتنا نحن. إذن تبقى هكذا. إذن on passe une moitié de sa vie يعني أننا نمضي نصف حياتنا بمعنى آخر نتكلم بصفة عامة أأتوندر في انتظار. أتوندر يعني انتظر. هنا أأتوندر في الانتظار كما نقول في انتظار ماذا؟ سو كونيما الذين سنحبهم. سو كونيما الذين سنحبهم. لوتخ مواتي ثم النصف الآخر. المقصود أننا ننتظر النصف الآخر من الحياة أكيتي سو كونيما يعني في ترك ما نحب. يعني أن الإنسان في بادئ الأمر يتعرف على أشخاص يتعرف على أبناء عموما نتكلم عن مجموعة أشخاص ثم في آخر حياته يغادر هؤلاء الأشخاص. إذن on passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. إذن ننتظر نصف الحياة في انتظار الذين سنحبهم. طبعا عندنا لو فيرب أيمي عندنا لو فيرب أيمي أو فيتور سامبل. إذا عندنا لو فيرب أيمي في المستقبل
المقصود بأن هذا الفعل سيحصل في المستقبل. إذا عندما نقول on passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera يعني أننا ننتظر نصف حياتنا في انتظار من سنحبهم سنحبهم في المستقبل. qu'on aimera ce qu'on aimera et l'autre moitié والنصف الآخر à quitter ce qu'on aime في ترك في مغادرة من نحب. ثم يقول ألبير أينشتاين la vie c'est comme une bicyclette la vie c'est comme une bicyclette إذن الحياة هي مثل الدراجة. il faut avancer يجب أن تتقدم يجب أن تتحرك بمعنى آخر pour ne pas perdre l'équilibre pour ne pas perdre l'équilibre حتى لا تفقد التوازن من أجل عدم فقدان التوازن. إذن طبعا الإنسان إذا توقف وكان يركب دراجة طبعا سيسقط إذن عليه أن يتقدم بهذه الدراجة حتى لا يسقط. إذن هكذا هي الحياة la vie c'est comme une bicyclette الحياة هي مثل الدراجة. il faut avancer يجب التقدم بمعنى آخر pour ne pas perdre l'équilibre من أجل عدم فقدان التوازن للحصول على عدم فقدان التوازن. طبعا كما نعلم بأن ألبرت أينشتاين سيت ماتيماتيسيان فيزيسيان سيونتيفيك ألمو إذن هو رياضي ثم فيزيائي ثم عالم عاش بين 1879 و 1955 إذن هو عاش بين هذين التاريخين. ثم يقول كوليش pour critiquer les gens il faut les connaître لكي تنتقد الناس يجب معرفتهم. pour critiquer les gens il faut les connaître لكي تنتقد الأشخاص يجب معرفتهم. et pour les connaître ولكي تعرفهم il faut les aimer ولكي تعرفهم يجب أن تحبهم وإلا فلن تعرفهم. pour critiquer les gens il faut les connaître et pour les connaître il faut les aimer ولكي تعرفهم يجب أن تحبهم أولا. طبعا ميشيل كوليسي دي كوليش يقال له كوليش التاني موريست يعني هو فكاهي اي كوميديا نفس الشيء تقريبا فرنسي فرنسي نالو 28 أكتوبر من 1944 إذن هو ازداد في هذا التاريخ. ثم يقول كونفوسيوس يعني كونفوسيوس شوزيسي ان ترافاي كو فوزامي اي فونوري با ترافاي ان سو جور دو فوتر في إذن شوزيسي ان ترافاي كو فوزامي et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. إذن اختاروا المقصود اختر choisissez un travail اختر عملا que vous aimez الذي تحبه et vous n'aurez pas à travailler ولن يكون لك أن تعمل un seul jour ولن يكون لك أن تعمل يوما واحدا de votre vie من حياتك. إذن عندما تختار عملا أنت تحبه وترتاح له فعند العمل فكأنك لا تعمل. فهذا العمل أنت تحبه وتجد نفسك فيه تحس بأنه ليس هناك شيء يفرض عليك وبالتالي فأنت تؤدي عملك كما لو أنك تلعب مثلا. choisissez un travail choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. إذن اختر العمل الذي تحبه ولن يكون لك يوم واحد من العمل في حياتك كما نقول ولن يكون لك ولو يوم واحد من العمل في حياتك. كونفوسيوس ساج كونسيديري كوم لو بروميي ايديكاتور ساج كونسيديري كوم لو بروميي ايديكاتور دو لا شين ايت ان فيلوزوف شينوا نال 28 سبتمبر 551 افون جيزو كري. اذن كونفوسيوس اذن هو حكيم ساج كونسيديري معتبر نتكلم عن لوفير كونسيديري يعني أنك تعتبر شيئا ككذا وكذا. إذن هو معتبر ساج كونسيديري إذن هو حكيم معتبر كوم لو بروميي إيدوكاتور إذن يعتبره الناس كوم لو بروميي إيدوكاتور كالمربي الأول دو لاشين للصين. إيتان فيلوزوف إذن هو فيلسوف إيتان فيلوزوف شينوا إذن هو فيلسوف صيني نال 28 سبتمبر 551 افون جيزو كري. يقال بانه ولد في 28 شتنبر 551 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. طبعا دقه بهذا الشكل
تثير بعض الشكوك. على كل حال كونفوشيوس يعتبر عند الصينيين المربي الأول، طبعا وقلنا بأنه فيلسوف صيني. ثم يقول فيكتور هيغو الذي يعتبر كفنان فرنسي، كاتب، شاعر، ثم قصصي أو روائي. إذن يقول On ne souffre jamais que du mal. Qu'on offense ce qu'on aime. On ne souffre jamais. عندنا لو فيرب سوفخير. لو فيرب سوفخير المقصود بفعل عانى، يعني أنك تعاني من مشكل مثلا. إذن On ne souffre jamais يعني أننا لا نعاني البتة. On ne souffre jamais يعني أننا لا نعاني بالمرة. Que du mal إلا من السوء أو إلا من الأذى. Qu'on offense كوفون الذي يفعلون، كونوفون الذي يفعلون لنا، المقصود الذي يفعلوه لنا. نتكلم عن الأذى والسوء، نحن لا نعاني بالمرة إلا من ماذا؟ إلا من السوء أو من الأذى. كونوفون الذي يفعلوه لنا، كما نقول هنا عندنا الذي يفعلون لنا. سو كونام الذين نحب، الذين نحب، المقصود بأن الأذى الذي يأتينا من أحبائنا هو الذي يؤثر فينا. لو مال السوء أو الأذى، لو مال المقصود بالسوء أو الأذى كيفياه دان نينمي، كيفياه دان نينمي الذي يأتي من عدو نو كونت با لا يعد. السوء الذي يأتي من عدو لا يعد، المقصود بأنه لا يؤثر فينا. المقصود هنا بأننا نحن لا نعاني من السوء الذي يأتينا من الأعداء فهو لا يعد، بل إننا نعاني من السوء والأذى الذي يأتينا من أحبائنا. On ne souffre jamais que du mal qu'on offense qu'on aime. Le mal qui vient d'un ennemi ne compte pas. إذن On ne souffre jamais que du mal qu'on offense qu'on aime. Le mal qui vient d'un ennemi ne compte pas. ثم نختم مع هذه القولة لأنطوان دو سانت إكزوبيري، طبعا هو فنان فرنسي، أفياتور يعني أنه طيار، أرتيست يعني أنه فنان، إكخيفا كاتب، 1944 يعني أنه عاش بين هاد التاريخين. يقول أنطوان دو سانت إكزوبيري أمي يعني أحب، سوني با سو غاردي لا لوتر، سي روغاردي أنسومبل دون لا ميم ديريكسيون. المقصود هنا أمي سي روغاردي أنسومبل دون لا ميم ديريكسيون. إذن أمي كما نقول المحبة أو الحب، سوني با سو غاردي لا لوتر، سوني با سو غاردي لا لوتر، ليس هو أن يتناظر الأحد مع الآخر، ليس هو أن يتناظر الأحد مع الآخر، أن ينظر الشخص للآخر والآخر نفس الشيء. مي ولكن أمي سي غاردي أنسومبل دون لا ميم ديريكسيون، أمي سي غاردي أنسومبل دون لا ميم ديريكسيون. Mais aimer c'est regarder ensemble dans la même direction. ولكن الحب هو أن ينظر الجميع في نفس الاتجاه. إذا كان كل واحد ينظر للآخر هذا كما لو يعبر بشكل ضمني عن الاختلاف أو عن اختلاف الوجهات، ولكن عندما ينظر الجميع في نفس الاتجاه فهذا يعبر عن الحب الحقيقي كما نقول. طبعا هذا المقتطف أو هذه القولة تعبر حقيقة عن صاحبها. إذا كانت الطائرات كلها في نفس الاتجاه فهذا سيعطي قوة، أما إذا كانت الطائرات تختلف إذن أكيد سيكون هناك ضعف واصطدامات إلى آخره. ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص، عندما تتكاتف الجهود في نفس الاتجاه فهذا يعبر عن حب فعلي ويعبر عن مصلحة كبرى للجميع. أما إذا كان هناك اختلاف الوجهات مع القول بالمحبة فهذا فيه نظر. إذن هذا كاستنتاج من هد الحكمة إن صح التعبير. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.